السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبعين. معكم أخوكم سلمان أوري في هذا الفيديو بس عندي سؤال للمشتركين اللي يهتمون بالتختيم وخاصة هذه اللعبة ذا لاست اوف اس. طبعا هذه اللعبة توني شاريها قبل شوي. أم ودي أتعمق في اللعبة إني ألعب على راحتي كذا وأفكر يعني وأنا قاعد ألعب. اممم فيعني سؤالي هو ال أنا راح أسجلها ودي أنزلها على قناتي بس ودي أنزلها بدون يعني لا يكون صوتي يعني موجود بدون لا اسجل صوتي أم ليه عشان اذا سجلت صوتي أم ما ادري اذا سجلت صوتي اقعد يعني احاول اني اتكلم عشان يعني امتع او اخلي المشاهد ما يطفش لكن اذا 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 بركز في اللعبه بسكت يعني لازم اسكت عشان اركز فسؤالي هل هل تفضلون انه أم أم يعني اسوي زي التختيم أه انزل تقريبا كل يوم حلقة بدون صوتي ولا تبغون انه اسجل بصوتي طبعا انا افضل انه بدون صوتي لان هذه اللعبة زي زي القصة او زي الفيلم ف اذا طلع صوتي كذا مع اللعبة يطلع يخرب شوية فانتو وش رايكم أم وبس هذا سؤال اتمنى كل كل اللي يهتمون بالتقديم او يهتم بهذه القناه ويهتم يهتم بفيديوهاتي يجاوب هذا السؤال كان معكم هو سلمان وفيديوهات حقت اي 3 الباقيه باقي خمسه وستة كذا راح ننزلها اليوم ان شاء الله بالليل المهم كان معكم هو سلمان اوري فلير مع السلامه